ايه موضوع الكلونا والانفرس ستريتش ريفلكس؟ هناخد بس ريست كده 5 دقايق ونكمل. الجزء الاول خلي بالك بقى معايا، الجزء الاول من المحاضره كده كنت سالت سؤال هجاوب عليه حالا بقى دلوقتي، وانا كتبتها لحضراتكم على السبوره اللي هي الاحتمالات اللي قدامي ايه. فقلنا طبعا وانا بعمل اكزامينشن للجيركس كده، الاحتمال الاولاني ان يطلع الجيرك طبعا نورمال خلاص، يبقى الباث واي كله سليم وسوبرا سباينال سنترز كلها سليمه. لكن تعالى بقى في الاحتمالات اللي هي ايه المعيوبه ان في مشاكل في الجيركس. اول حاجه ان الجيرك يطلع ابسنت او ديكريزد، في الحاله دي لازم اعمل ري انفورسمنت. لو هتعمل جيركس للابر ليمس بقول للبيشنت كلينش يور تيث، لو هعمل جيركس للور ليمس اقول له هوكينج يور ايه يور فينجرز اللي احنا سميناه اسمه جندراتيك مانوفر يعني. فلو الجيرك ابسنت بالرغم ان انا عملت ري انفورسمنت على طول اشك في الايه يا جماعه في اللور موتور نيورون ايه ليجن، ان في مشكله في الباسوي، في مشكله في الافرنت او في السنتر او في الافرنت. طيب الاحتمال الثاني ان يطلع الجيرك بندولر يعني، وده ملوش الا سبب واحد البندولر اللي هو النيوز ريبيلر سيندروم بندولر ني جيرك. الاحتمال الثالث بقى وده اللي مشكله معايا اللي هو لو الجيرك اكساجريتد. ان الاكساجريتد في حاجات سهله زي الانكزايتي وزي النرفسنس، مثلا بيشنت يبقى عنده تيتاني، عنده هايبرثايروديزم، او عنده الكارثه اللي هي يا جماعه ابر موتور نيورو ليجن. فانا عايز دماغي تروح او اتاكد ان فعلا البيشنت عنده ابر موتور نيورو ليجن، فانا بعمل حاجه اسمها تيست فور كلونس. لو طلع كلونس بوزيتيف يبقى على طول بقول العيان ده عنده ابر موتور نيورو ليجن، عنده مثلا سي نزيف او ستروك، والنزيف ده قاطع له الانهبيتوري سنتر ومشغل له بس الفاسيليتاتوري. يبقى عشان نفهم الكلونس ايه فكره الكلونس، تعالوا بقى نشوف دلوقتي يا جماعه الريفلكس اللي قدامي ده، وده بيجي نظري خلي بال حضرتك معايا اسمه ايه يا جماعه بقى؟ انفرس ستريتش ريفلكس. انفرس ستريتش ريفلكس بعض الكتب كانوا بيحطوا كنوع من انواع الستريتش ريفلكس، يعني كان يقسم الستريتش ريفلكس كده يقول لك ايه دايناميك وستاتيك وانفرس. طبعا ده مش صح خالص. الانفرس ستريتش ريفلكس ده ملوش اي علاقه لا كليا ولا جزئيا بالستريتش ريفلكس خالص، مفيش بينهم اي ارتباط في كل حاجه، لا في التكنيك ولا في الباثوي ولا حتى في البيهيفير في الرد الفعل ولا في السيجنفيكانس ولا في السوبر سبانال كنترول. تمام، تعالوا نشوف ايه بقى الانفرس ده وايه علاقته بالكلونز. تعالوا نشوف الاسترتش. استرتش نفسه انا قلت هو كلمتين وبس، ايه الكلمتين؟ استرتش بيؤدي الى كونتراكشن. اذا الاسترتش ريفلكس نيجاتيف فيدباك زي ما اتفقنا، انت لما بتشد العضله العضله بتقاومك فتقصر يعني تقبض صح. اذا الاسترتش ريفلكس از كولد شورتنينج رياكشن، لان المحصله ان حصل ايه؟ حصل شورتنينج في العضله يعني انقبضت. طيب ركز كده معايا بقى، انا بشد العضله العضله انقبضت، انا بشدها استمرت في الانقباض، انا بشدها استمرت في الانقباض، العضله ريزيستنت كنيجاتيف فيدباك. جيت عند فتره معينه او نقطه محدده انا بشد العضله، كان العضله لو انقبضت التندون بتاعها يتقطع. فاهم يا جماعه؟ يحصل حاجه اسمها افالشن اوف ذا ليجامنتس او افالشن اوف ذا تندونز، يحصل قطع في التندونز. يبقى لازم واحد ايه؟ لازم واحد يخلي عنده دم، يعني حد بقى يسيب للتاني، فالعضله بتسيب لي فتطول معايا. يعني انا مثلا بعلي صوتي مع احمد، احمد على صوته، انا بعلي صوتي هو على صوته، في فعل ورد فعل. هتيجي عند نقطه معينه والا هتحصل مشكله، لازم واحد ينفع. هو ده بالظبط اللي حصل، العضله اتصرفت معايا بشكل ذكي. ايه اللي حصل بقى؟ انا بشد العضله، العضله طولت عملت ريلاكسيشن ما عملتش كونتراكشن. عشان كده بيسموها يا جماعه بقى اسمه لينثنينج رياكشن، اسمه لينثنينج رياكشن. يبقى الاسترتش ريفلكس كان اسمه شورتنينج رياكشن، لكن ده لينثنينج رياكشن. فالسؤال بقى طب ايه يا دكتور النقطه الفاصله اللي عندها العضله تعمل كونتراكشن او العضله تعمل ريلاكسيشن لما اعمل لها ستريتش؟ معايا يا جماعه؟ فاهمين السؤال؟ يعني انا دلوقتي بعمل ستريتش العضله عملت كونتراكشن، في حاله ثانيه عملت لها ستريتش عملت ريلاكسيشن،
امتى العضله تعمل كونتراكشن وامتى تعمل ريلاكسيشن؟ هي نقطه التنشن. التنشن هو الضغط داخل العضله. بصوا بقى معايا يا جماعه، زي ما قلت لك المحاضره اللي فاتت ان في مسطره جوه العضله بتقيس الطول، في جهاز ضغط جوه العضله بيقيس التنشن، بيقيس الضغط. جهاز الضغط ده اسمه جولجي تندون اورجان. اسمه يا اخوانا جولجي تندون اورجان بتاع الاسترتش، كان اسمها ماسل سبيندل. دي المسطره، دي المسطره. فتعال نشوف بقى، يبقى تعريف الانفرس ستريتش ات از ريفلكس ريلاكسيشن اور لينتنينج اوف ماسل ان ريسبونس تو اكسسيف ستريتش اور كونتراكشن. طب امتى العضله بقى تعمل ريسبونس؟ الريسبونس ده لما انا عملت اكسسيف ستريتش، امتى تعمل الكلام ده؟ لو ايه يا جماعه؟ لو التنشن جوه العضله زاد. لان لو التنشن جوه العضله زاد في الحاله دي والعضله عملت اكسسيف ستريتش او حصل لها اكسسيف كونتراكشن، التندون يحصل له ايه زي ما اتفقنا؟ هيتقطع، يحصل افرشن للتندن. اذا الانفرس ستريتش ريفلكس ليس نيجاتيف فيدباك. امال ايه الانفرس ده بقى؟ از ا بروتكتيف ريفلكس. فهمتوا كده؟ يبقى الانفرس ستريتش ده مختلف عن مين يا جماعه؟ عن الاستريتش. شوف الاختلافات، انا بقارن بينهم من الاستريتش اهو. اول حاجه في الريسبتور، الثاني كان اسمه ايه؟ بتاع الاستريتش ماسل سبيندل، لكن ده جولجي تندون. ثانيا في الباسوي مختلف تماما، هنشوفه دلوقتي. ثالثا في البيهيفير بتاع الريفلكس نفسه، الاسترتش كان بيحصل فيه كونتراكشن، ده بيحصل فيه ريلاكسيشن. في الفانكشن الاسترتش كان نيجاتيف فيدباك، لكن ده يا جماعه ده بروتكتيف. طيب هو بروتكتيف عشان كده مالوش سوبر سبايندر كنترول. لو خدت بالك او لو رجعت تاني للريكورد وانا بتكلم على السوبر، على اول محاضره في السباينر ريفلكسز، قلت بالرغم من ان السباينر ريفلكسز دي كلها سباينال لازم يكون لها سوبر سباينر كنترول، قلت لك اكسبت هو ريفلكس واحد هناخده بعدين اسمه انفرس ستريتش. هذا الريفلكس مالوش ايه يا جماعه؟ مالوش سوبر سباينال. ليه مالوش سوبر سباينال؟ ها؟ لان هو بروتكتيف. انا لو خدت وقت السباينال، لو خدت وقت السنترز اللي فوق، العضله هتكون خلاص اتقطعت. مفيش وقت ان انا اخد. فالبيهيفير جوه السباينال كورد ان انا لازم العضله يحصل لها ريلاكسيشن عشان ما يحصلش افالجن للايه يا جماعه؟ للتندونز او للليجمنتس. طيب تعالى بقى نشوف، ادي الباسوي قدامي اهو، اهو ادي الاختلاف بقى. شوف هنا بقى ده مين؟ الريسبتور اللي هي مين بقى؟ جولجي تندون اورجانز. ما بين قوسين هنحط ونسميها ايه بقى يا جماعه؟ الجولجي تندون اورجان تنشن ريسبتور وليس لينث ريسبتور، تنشن ريسبتور. هتبعت الافرنت بتاعها من خلال تايب 1 بي. خد بقى المفاجاه دي، بص كده معايا، انا دخلت ايه على مين؟ على سباينال كورد. اكتيفيت انهبيتوري انترميديت نيورون. اذا هذا الريفلكس از بولي ساينابتيك، ليس مونو ساينابتيك. هو مش نوع اصلا من الاستريتش، ملوش علاقه بالاستريتش خالص. خدتوا بال حضراتكم يا جماعه؟ هو ملوش اي علاقه بالاستريتش ريفلكس زي ما انت شايف. الاستريتش كان مونو ساينابتيك، ده بولي ساينابتيك. اكتيفيت الانهبيتوري انترميديت نيورون دي هتيجي هنا بقى عند الالفا موتور نيورون، تفرز انهبيتوري كيميكال ترانسميتر، فبالتالي ستوب الالفا ديسشارج، فالايفرنت نيرف هنا كده مش هيشتغل. فالعضله، شوف بقى الرسمه، العضله حصل لها يا جماعه ريلاكسيشن، حصل لها ريلاكسيشن. عشان كده احنا بنسميه لينثنينج رياكشن وليس شورتنينج رياكشن. This is protective، لكن الاسترتش ريفلكس كان نيجاتيف فيدباك ميكانيزم. يبقى مين الاذكى يا جماعه؟ العضله الذكيه ولا مش ذكيه؟ طبعا العضله ذكيه جدا. يعني زي ما بتقول لك كده، انت بتشد العضله بتقاومك، بتشد بتقاومك، جت عند فتره بتشد راحت طالعه معاك. اوكي؟ تمام. اهي زي ما حضرتك برضو، دي صوره ثانيه اهو، ده الجولجي تندون ايه؟ اورجن هيحصل له اوكزيتيشن عن طريق التايب 1 بي فايبر. شوف يا جماعه شغل بقى مين هنا؟ انهبيتوري انترميديوت نيورونز تحت، موقفه مين؟ الالفا موتور نيورونز، فحصل سيسيشن اوف ديسشارج او ستوبج اوف ديسشارج، فالعضله حصل لها ريلاكسيشن. طيب خلاص بقى، مش يعني جولجي تندون اورجان، اتفقنا هو ده الباث واي اللي عندي. طيب تمام. طب تعالى نشوف السيجنيفيكانس بتاع مين يا جماعه؟ السيجنيفيكانس بتاع الانفرس ستريتش ده، او بيحصل امتى الاسترتش ريفلكس ده؟ نشوف السيجنيفيكانس. في عندي فيسيولوجيكال سيجنيفيكانس، يعني بيحصل مع كل الناس بشكل طبيعي اللي ما عندهمش مشاكل. ازاي بقى؟
تعال نشوف كده الصورة على طول. بص الصورة اللي قدامك دي، خلي بالك معايا، ده اسمه باي ذا واي لود ريفلكس. لود ريفلكس، انا جبت الشخص ده اهو، قلت له مد ايدك، مد ايديه، حطيت له 1 2 3 4 بلوكس، اربع طوبات، اربع قوالب طوب اهو. ف اللي حصل ايه؟ كل ما ازود طوب يحصل ايه في الارمز؟ تنزل لتحت شويه وبعدين يطلع لفوق. نزل لتحت شويه انا حصل ستريتش ثم حصل كونتراكشن فرفعت اللود. لحد ما اجي عند نقطه معينه لو الشخص حاول يرفع الوزن العضله يحصل لها ايه؟ تير، يحصل لها مزق. فالمحصله انه بيعمل ايه في اللود؟ بيرمي اللود. زي بالظبط اللي هتشوفه الناس اللي بيرفعوا اثقال او بيرفعوا اوزان. الشخص لما بيجي مثلا سي انا برفع 100 كيلو مثلا، 100 كيلو برفع ال 100 كيلو كده ورفعتها، جيت انت حطيت لي 105 كيلو او 110 كيلو، بتلاقي الشخص يا جماعه ايه لما بتشوفه على البطولات مش بينزل الوزن كده، ده بيرميه، ده بيرمي الوزن. هو بيرمي الوزن فولانترلي ولا ريفلكسلي؟ ريفلكسلي، لان في الحاله دي التنشن جوه العضله زاد، فلما التنشن جوه العضله زاد لو العضله استمرت في الانقباض هتتقطع فترمي الوزن. حصل ريلاكسيشن اهو قدامك في المنظر قدامك اهو، يبقى هنا حصل اكسسيف ستريتش العضله. فلما حصل اكسسيف ستريتش مين بقى اللي اشتغل في الحاله دي؟ الجولجي تندون اورجانز، فراح عامل انهبيشن للكونتراكشن بتاع العضله فراحت عامله ريلاكسيشن. واضح كده؟ اتفهمت؟ تمام. طب السيجنفكنس بقى الكلينيكال، انت كده خرجتنا بره الموضوع خالص. ارجع في الذاكره خمس دقائق فاتوا، خمس دقائق بالظبط فاتوا، لو التست لو الـ لو الـ لو الجيرك اكسجريتد تيست فور كلونس، ايه علاقه ده بالكلونس؟ حالا هيبان اهو، تعال نشوف بقى كلينيكال سيجنيفيكانس. كلينيكال سيجنيفيكانس، كلينيكال سيجنيفيكانس عندي في النيورولوجي حاجتين، حاجه اسمها كلاس بنايف سباستيستي وحاجه اسمها كلونس. سهله مش صعبه، بس ركز معايا دلوقتي. بيشنت عنده ابر موتور نيورون ليجن، على فكره انا ناقص لي بالظبط تو سلايدز، صورتين يعني مش اكتر، فركزوا معايا بقى عشان نفهم. بيشنت عنده يا جماعه ابر موتور نيورون ليجن، وانا اتفقت مع حضرتك يعني ايه ابر موتور نيورون ليجن؟ يعني الانهبيتوري سنتر اهو، بص معايا كده، ده الانهبيتوري سنتر، وهنا في المقابل في ايه؟ فاسيليتاتوري ريتيكولار فورميشن. ابر موتور نيورون ليجن واحد عنده نزيف في البوستيريور لام بتاع الانتنا الكبسول، فالانهبيتوري سنتر واقف. مين اللي شغال؟ الفاسيليتاتوري. فعماله بتنزل ايه يا جماعه؟ امبلسز اهيت على الانتيرو هورن سيل تروح لمين؟ للعضله. كل الامبلس نازله في حاله كونتراكشن، كل الامبلس نازله في حاله ايه؟ كونتراكشن. فالعضله ان ستيت اوف هايبرتونيا، يعني التون بتاع العضله اخباره ايه؟ ها؟ زايد جدا جدا جدا. التون واخد كل العضلات بس بياخد اكتر الفليكسور بتاعت الابر والاكستنسور بتاعت اللور زي ما اتفقت مع حضرتك، اللي هم الانتي جرافيتي ماسل. اوكي؟ طيب بص كده معايا، تعالى بقى على ايد العيان ده، او ايده عامله كده، ايده متنيه عشان بس الناس اللي سامعاني، ايده متنيه. تعالى بقى على ايد العيان ده كده يا جماعه، انت كدكتور وحاول تفردها له. هوريكم الفيديو حالا دلوقتي. افرد له ايده كده، بص معايا، هلاقي فيه ريزيستنس في البدايه وبعدين راحت فاتحه معايا. خلي بالك معايا بقى ايه اللي حصل وانا بفرد له ايده، لقيت فيه مقاومه عاليه جدا جدا للفرد وبعدين راحت فاتحه معايا. تعالى على رجله وحاول تتنهى له وتقفلها له، هتلاقي فيه ريزيستنس في البدايه عاليه جدا وبعدين راحت قافله معاك. زي المطوه، لما بتيجي تفتح المطوه بتلاقي ايه في البدايه؟ ريزيستنس وبعدين تفتح معايا، فبنسميها كلاسب نايف سباستيستي. كلاسب نايف، كلاسب نايف سباستيستي. تعالوا كده نشوفها. اهي بصوا معايا كده اشتغل بقى. هو مش عامل كونكشن. طب اوريها لكم في الاخر، في اخر المحاضره. كلاسب نايف ماشي يا جماعه، هوريكم بعد ما اخلص الفيديو اللي معايا. كلاس برايف، ان انا لما باجي اقفل الرجل الاقي فيه ريزيستنس في الاول وبعدين تقفل معايا. طيب حد ذكي او شاطر يقدر يطلع الميكانيزم ايه؟
ليه لما جيت افرد له ايده كان في ريزيستنس وبعدين فتحت معايا؟ ليه لما جيت اقفل له رجله كان في ريزيستنس اتقفلت معايا؟ اتفضل. السيستم فضل شغال لحد ما جاب اخره. ايوه هي جاب اخره دي يعني ايه؟ اللي هو الانفيرس. برافو عليك. بص بقى معايا كده. تعالى كده انا بفرد له ايده اهو يا جماعه. بفرد له ايده. فانا بعمل ايه في العضله دي؟ ستريتش. فالعضله بتقومني انها بتعمل كونتراكشن. الطبيعي الشخص الطبيعي ان هذا الكونتراكشن مش قوي عشان التنشن يزيد. الشخص الطبيعي بس لان الراجل ده الانهيبيتوري سنترز مقطوعه والفاسيليتاتور هي اللي يا جماعه هي اللي شغاله فكل الامبلس اللي نازله بتعمل فاسيليتيشن فالتنشن زاد فراح الانفرس ستريتش شغال فطورت معايا. يبقى حصل التريشن ما بين الاسترتش اند انفرس ستريتش. دي اسمها يا جماعه كلاسب نايف سباستيسيتي. دي من علامات الابر موتور نيورون ليجن. اقولها تاني وقف. نفس فكره الكلاسب نايف دي هتبقى الكلونس. تعالوا نشوف ازاي يا جماعه هيبقى الكلونس. الكلونس از اوسيليشن اوف ذا تندون جاكس. اوسيليشن اوف ذا جاكس. احنا نشوف السرعه على طول عشان ما نعرفش نوقع البن وبعدين نشرح. تعالى نشوف يعني ايه. بص معايا. الكلونس عندي نوعين. في انكل كلونس وفي ني كلونس قدامك اهو. انكل وني. تمام. لما ابدا الاول مثلا اتكلم على الني كلونس. شوف بتعمله ازاي يا جماعه. باجي على الباتيلا. ادي الباتيلا. اهي واعمل داونورد ديسبليسمنت اوف ذا باتيلا. زق الباتيلا لتحت. اوكي كده انا عملت ايه في الكوادريسبس؟ ستريتش. فالمفروض انها تعمل كونتراكشن. ده الشخص الطبيعي. اوكي بس الشخص ده البيشنت ده لان هو عنده ابر موتور نيورون ليجن فمين الامبلس اللي نازله بس؟ فاسيليتاتوري. صح؟ فالتنشن جوه العضله هيزيد فيحصل ستيميوليشن لمين؟ للانفرس ستريتش فيشتغل او يحصل ريلاكسيشن. يبقى حصل ايه يا جماعه؟ شورتنينج ثم لينثنينج. لما كنا بنيجي نعمل اكزامينيشن للكلونس وتعمل مره واحده يقوم الدكتور خبطك على ايدك. كمل. لازم تشوفه بعينك الكلونس. ازاي بقى؟ لازم هلاقي بقى الباتيلا عماله تنزل وتطلع تنزل وتطلع تنزل وتطلع. داونورد سبليسمنت ثم اليفيشن داونورد سبليسمنت ثم اليفيشن على طول. ذيس از نيكلونس. يبقى حصل ايه في الجيرك؟ اوسيليشن. نازله طالعه نازله طالعه نازله طالعه نتيجه ستريتش انفرس ستريتش انفرس ستريتش انفرس. التنشن يزيد يشتغل انفرس تنشن يقل يشتغل ستريتش وهكذا. هل ده بيحصل في الطبيعي؟ يعني هل نورمالي الاقي شخص عنده كلونس؟ لا. لما الاقي كلونس اقول اقسم بالله العظيم الراجل ده عنده ابر موتور نيورون ليجن. نيفر ان الاقي الكلونس نورمالي. كلونس از ا جود بوزيتيف ساين. وانس ان في كلونس بيساوي ابر موتور نيورون ليجن والعكس ليس صحيح. يعني لو انا متاكد ان العيان عنده ابر موتور نيورون ليجن ما عندوش كلونس عادي. لكن لقيت فيه كلونس يبقى على طول عنده ابر موتور نيورون ليجن. طب بص معايا على الانكل بعمله ازاي؟ الانكل اهو يا جماعه نفس الفكره بالظبط. تخيل دي رجليا مش ايدي، دي رجليا اهي. بعمل لها دورز فليكشن بالمنظر ده. هل هيحصل؟ بص كده اعمل كده. لا رجلي عندي تعمل بالمنظر ده. اوسيليشن مش لها صوره اهي. اهي رجله عماله ايه بقى؟ بص انا عملت ايه؟ ها دورز فليكشن بس مش دورز فليكشن مينتين دورز فليكشن. يا جماعه خد بالك انت هتقول للبيشنت انت عندك نزيف في المخ. او انا شاكك ان عندك نزيف في المخ. انا شاكك ان عندك جلطه في المخ. انت فاهم؟ يبقى مش من مره واحده تعملها وتقول البيشنت كذا، لازم تبقى متاكد من تشخيصك. فانا بعمل ازاي؟ بعمل داون وورد بعمل اسف دورز فليكشن كده اهو ومينتين دورز فليكشن. الاقي يحصل ايه في الانكل تحت ايدي؟ اوسيليشن للانكل. اهي عامل كده. اتفقنا؟ يبقى كلونس بص كده معايا كلونس بيساوي ابر موتور نيورون ليجن. طب هل الابر موتور نيورون ليجن بتساوي كلونس؟ لا. هي جود بوزيتيف داتا جود بوزيتيف ساين.
وانس ان في كلونس يبقى عنده اوفر فنتيليشن. يبقى انا لو لقيت الجيرك اكساجيريتد اكساجيريتد جيرك اعمل ايه؟ اعمل تيست لمين؟ للكلونس. ايه الكلونس موجود؟ يبقى اوفر فنتيليشن. يبقى لو الجيرك ابسنت اعمل رينفورسمنت. لو الجيرك بندلر يبقى الحاله نيوتن بندلر فيه. لو الجيرك اكساجيريتد يبقى اعمل تيست لمين؟ كلونس. لقيت الكلونس يبقى عنده الميكانيزم بتاعه الكلونس والميكانيزم بتاع الكلاس لايف نفس الميكانيزم اللي هي التبادل ما بين ستريتش ما بين الشورتنينج واللينج. يبقى الميكانيزم اوف ذا كلونس او زي ما قدام حضرتك اللي هو كونتراكشن اند ريلاكسيشن.